من سمعته عنه انه شيء محزن حقا. من هذا الرجل في خلفية صورتي؟ من الدم؟ سوف انشره على اي حال. ألسنا في عصر المعلومات؟ نعم، عصر المعلومات، انه عصر المعلومات، عصر جعلنا نتجسس على غير على خصوصيات غيرنا ونترصد تحركاتهم ونفشي اسرارهم. وما العيب في التجسس؟ ليست الدولة تؤدي التجسس على مكالماتنا وتحركاتنا؟ ألم يخبرونا أن ذلك ليس سوى داع أمني؟ نحن هل ذلك ما نفعله نحن أيضا؟ نحن نحتاط إلى أكثر. الصحافة، أليست الصحافة تتجسس أيضا؟ فضيحة فنان وأسرار سياسي وكشف لخلف لحياة الاجتماعية للاعب ما أو شخص ما. ذلك ما نفعله نحن أيضا. نحن فقط نتدخل. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ ما الذي تقوله؟ من أخبرك بهذا؟ هذا ليس من شأنك، إنها حياتي الخاصة لو سمحت.